عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حطي كده السرنجه في الصينيه ومش هتصدقي النتيجه. وصفه حلوه جدا، هتجيب معاكي نتيجه حلوه قوي، يعني هتفرق معاكي كتير جدا. حطي لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفيني، وما تنسيش تضغطي على علامه الكل عشان يوصلك مني كل الاشعارات. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه بالصينيه بالسرنجه لما نيجي نحطها في الصينيه بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه عندي بقى بعملها، باخد معايا الثلاث بيضات دول. وزنهم قد ايه؟ وزنهم 300 جرام. ناخد بالنا بقى عشان ما يقعش مننا زي المره اللي فاتت القشر بتاع البيض. ناخد ايه، رشه كده من الفانيليا، ما تكتريش فانيليا لان دي مركزه زي ما بنقول كل مره. الفانيليا المركزه بتدي طعم كده في البق مش حلو لما بتزوديها، لكن طول ما هي مظبوطه بتبقى معاكي جميله جدا. هاخد عليها كوبايه كامله من، خلينا الاول في دي، هاخد عليها رشه، حطينا رشه من الفانيليا ومعلقه من الخل. هجيب بقى معايا الكلام ده كده، اهم حاجه اتاكد بس ان هي ايه ما فيهاش قشر عشان القشر ما يجيش معايا ايه في الخلاط. هاخد بقى معايا الخلاط بتاعي كده بسم الله، وانزل كده بالكلام ده كله. هنزل عليها بكوبايه كده من السكر، وعلى كوب السكر اللي انا ضفته ده انا بحب اضيف ميه دافيه من غير بقى ما اضيف حليب ولا اي حاجه من الكلام ده كله، هي يا دوب الميه الدافيه بتديني نتيجه حلوه جدا. يعني ضيفي مج كده من الميه الدافيه كمان، وحوالي كوبايه الا ربع، من نص كوبايه لكوبايه الا ربع من الزيت. بسم الله. تمام كده. بصي بقى الكميه اللي انا ضفتها من الزيت قد ايه. بس اغطي كده الزيت الاول عشان ما يتقلبش ويبهدل لنا الدنيا. بصي يعني بالظبط صباعين هما اللي ناقصين، وهنزل بيهم كده. ناخد بقى الكلام ده كله نضربه مع بعضه كويس في الخلاط، بعد بقى ايه ما هيتعمل هوريه لكم. دلوقتي بقى باخد معايا كده ايه زي ما انت شايفه معايا الدقيق، هنزل عليه بكل بقى ايه المقدار اللي احنا عملناه. بس هشيل من الدقيق حاجه بسيطه اللي هي قد ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، 3 معالق من الدقيق. الدقيق ده يا جماعه منخول ولازم يكون منخول، والافضل ان انت تنخليه مره واثنين وثلاثه وعشرة، كل ما هتنخليه كل ما هيديك نتيجه افضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا في حاجه مهمه جدا نسيت اعملها، وهي ان انا احط البيكنج باودر. فتمام مفيش مشكله، هروح عامله ايه، هروح جايبه بقى كده البيكنج باودر. بسم الله هبدا ان انا انزل بيه كده وهقلب الكلام ده كله. بسم الله. بصي بقى احنا بنطلع من تحت لفوق، عايزه اقولك هي لو عملتيها كده مش هتحتاج منك اصلا مع الثلاث معالق الدقيق اللي احنا عملناهم، هتكون يا دوب مظبوطه عليهم. بس هنقلب كده الاول ونشوف هنا هتطلع عامله ازاي. دلوقتي بقى قلبت الكلام ده كله معايا بقى بالقوام ده كده، ده كده تمام مظبوط 100%. عندي بقى النص الثاني، تبداي ان انت تزوديه بقى اي حاجه كده، حليب بقى تزوديه، يعني حليب او ميه مش هتفرق. هعمل ايه بقى، هجيب معايا كاكاو من الخام وهنزل بيه كده بسم الله، حوالي معلقه، حطي معلقه معلقه كده ايه لحد ما يظبط معاكي القوام. مش عايزين طبعا نبهدل الدنيا، بس ايه لمي كده الدنيا دي معاكي. بسم الله. بصي يعني انا حتى في التقليب من تحت لفوق ما بطلعش عن كده.
خديها بقى كده ايه بالكامل. بصي ما شاء الله وزادت كمان معايا عن ايه عن كده. نزود بقى في الحاجات اللي احنا شايفينها كميتها اقل شوية من التانية. لا 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 احنا كده زودناها قوي. لا كفاية كده عشان ايه ما نعكش الدنيا. تمام. بعمل ايه بقى بعد كده؟ انا عملتها كده كلها ايه باللون الفاتح زي ما انت شايفة كده. هجيب بقى معايا السرنجة وهاخد معايا ايه، بصي بقى، من الغامق، وهبدأ ان انا احقن فيها من الغامق اهو، بحيث ان هي في النص تكون لونها غامق. كملي بقى كده ايه على قد ما انت عايزه، احقني القلب بتاعها بس. طبعا يا جماعه التركيه دي اختياري مش اجباري، يعني انت براحتك حابه تعمليها اوكي، مش حابه مفيش اي مشكله. خلينا نحط في دي اللي تلاقيها مليانه ما تزوديهاش تاني، يعني يا دوب حاجه بسيطه وخلاص على كده. كده يا دوب بس ايه كشكل مش اكتر من بره بس كده. لكن اللي تلاقيها فاضيه احقنيها وحطي فيها كميه كويسه. بعد ما اخلص بقى الكلام ده كله هاخدها معايا في الفرن على درجه حراره 180 لحد ما تستوي في الرف الوسطاني طبعا، وبعد ما هتستوي هوريها لكم. اهي كده وكده خلصتها معايا بالكامل. دلوقتي بقى اتعملت معايا وبقت بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. بصي بقى ده عشان ايه الحاجات اللي اتحطت معوجه، والباقي كله طالع ايه حلو جدا. بصي طلعي اي واحده منهم كده مثلا اهي، وتبداي ان انت تفتحيها. بصي بقى حلوه ازاي كشكل عامه حلوه. وكمان بصي التسوية بتاعتها من القعر عاملة ازاي، طبعا مستوية وجميلة قوي. بتمنى الفيديو يعجبكم، تجربوه. السلام عليكم ورحمة الله.